بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى ماشى إن كنت أجنى وأذر كان وقري ذريت أها نبي محمد عليه الصلاة والسلام أفكى مرك هذا أستان وحد أوي ديسان إلهي إنه السوق أوي دي قفر له السوق وحوية سؤال لو يدين أيه تحقق إلهي إنه اسألوا له التثبيت إلهي سوقنا شو ودية صاحب كان هدا الله إمام بويلي هدا ملك السؤال إياه لا يا هي ربي لا يدين هذا يا النبي قال لو يدين إياه فاسألوا له التثبيت واحد إلهي ودي ستان إلهي إنه قصوا هذا الكون أفسن إلهي وحن ودينا إن إلهي هذا الكون أفسن مرحوم قاه قصوا أهل كيسينا صبر الله كسيه جنة الفردوس الله كورا بيه إن أغنى إلهي أنه قطب النحريس إسألا ما أنت تلا لما قطبونا لكن تلا يلا قطبون تاي إنك إسألا تلا وحو صومري وصومري عمل با لو دري لكن هذا عمل كي لو دري لو يدين إياه مركا عمل كو ووقو أي لكن إنك ما أنت عمل كيبا إنو تشوفا إن أنا عمل سمينو oo waxaan meesha la tagno aan sameysano ayaa inaga dambeeyo halkaas wa kullu insaanin alla wuxuu yiri wa kullu insaanin alzamnahu dha'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba qul khustan afkasto luqunta waraq ba kugu xidhan maalinta qaan gaadhi baa lagu xidhan ألزمناه ضائره عمل كاغي وحن كوحيري لغنت هذا واغو مركو بريئي قبل كو مركو دعو وراغ دا سوى كوحير انتهي أفكاغ وحي كسو بحا أدن كاغ وحاد سميسا وراغ دا لغو خوري ما لنت قيامة دا با إيضا كتاب وين لغو ديبا يا مركاسا لغو لا إياها يا آخري كتاب كاغا حساب ما انت وحا نفت هذا وغفلن كتاب كاسا وغفلن آخري سا إلهي لي marka maanta kitaabkaas uu akhrisanaya luqunta ugu xidna ilaa iyo qiyaamadana ka luqunta kugu xidhan baad akhrisan kullu insaanin shakhsi kasta kulli alzamnahu waan ku xidhay fi cunuqihi luquntiisa daairahu amalkiisa baan ku xidhay baad qiyaamada